وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أنبه تنبيهات. التنبيه الأول، إن أخواننا ما تنشغل بمن يصيح خارج الحلقة حتى لا تصرف الناس عن ذلك. ومعلوم لديكم إن أخواننا الكلام بالحق وبالأدلة والطعن في أئمة أهل الضلال هذا يزعجهم وهذا يحركهم، لكن الإنسان يعني لا 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 يشوش على الحلقة، ده أولا. ثانيا، تنبيه، يعني واحد من أخواننا لعله مشى لحلقة حامد بابكر وسألوا أسئلة، وهي أسئلة حق، وأدلة التي يذكرها أخونا في إبطال حجج حامد بابكر حق. لكن يا أخواننا إحنا بنقول الناس ما تمش ليهم. ليه؟ لأنه الحلقة حقته أنت بيكون عندك نص دقيقة حق، وعنده بقية الزمن كله باطل يلبس على الناس ويشبع عليهم ويزداد بذلك الباطل قوة، فما بيجوز لك، حرام تمشي تحضر لهم. لقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ده الناس بينشروا الكفر والباطل والضلال للناس، فما بيجوز لك تقعد معهم، حرام شرعا. وإذا داير تقعد أمش، ربنا سبحانه وتعالى يدخلك مع هؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون بدين المسلمين وبعقيدة الإيمان والتوحيد. عشان كده ما بجوز لك تقعد معهم يا أخوان، ولا تقول داير أجي أشوف. أشوف تشوف شنو؟ تشوف شنو؟ ما تشوف. ما يزول يا أخواننا بجوز له المناظرة، وما يزول بجوز له المجادلة والمناقشة، إلا زول يكون حافظ الأدلة وعارف الشبهات وعنده الوثائق وعنده من العلم ما يمكنه من مناظرة ومناقشة هؤلاء، وأن يكون معك من 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 إخوانك، أو أن تكون هناك مناظرة يعني منظمة، لأنه النازل ممكن يشوشوا عليك ويضيعوا معلومتك، يجيبوا 70 شبهة تبدأ في الرد على شبهة بأدلة، يعرفوك أنت دار تبطي شبهتهم طوال، يقوموا يجوط الشغلة. فما يزول يمشي ساي أخواننا، وده نحن بنقوله لأخواننا من باب النصيحة. الحديث الذي أود أن أتكلم عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، وهذا كان سببا في الشرك بالله، في وقوع الشرك في الأمم. قوم نوح عليه السلام غلوا في 5 من الأولياء الصالحين. أسئلة لواحد يقول لك الأولياء ديل لو ماشيين النار نحن ماشيين معهم. الموضوع ما موضوع هلال ومريخ، لو كان بعد ذاك ديل بشيلوا كاسيكافة وكذا كان الموضوع بيكون هاي، فهمت؟ لكن الموضوع هو موضوع جنة ونار، عشان ما تجري ساكت وتلعب ساكت. غلوا في 5 رجال صالحين ما فيهم أي كلام. نفترض إنه ناسك ديل البرعي والركيني وشيخ التشيكسي اللي بيقعد مع النسوان، ومحمد منتصر عندي له بالفيديو قاعد مع النسوان قاعدة زي قاعدتكم دي كده أو أسوأ، قاعد معانا عديل واحدة قاعدة له تحت كراه تعال له فوق كده، فهمت؟ راجل الفتوى، أصبر بديك الفتوى بتاعته، فهمت؟ كلام غريب. الشاهد من الكلام إنه نفترض ناسك ديل كلهم عباد صالحين، الغلو فيهم وهو بمجاوزة الحد الشرعي. شوف الصالح انت بتتولاه بأن تحبه لأجل أعماله الصالحة ولأجل دينه الصالح. ثانيا، إذا رأيته يقع في خطأ تقومه وتنصحه، ده من نصرتك لأخوك الولي الصالح. ثالثا، إذا كان عنده من العلم والإيمان الصحيح المبني على الكتاب والسنة أنت تجلس عنده وتتعلم عنده،
دي تولي الصالح، هكذا يكون تولي الصالحين. بعدك لما تجي وتزيد من هذا الحد وتقول يا أخواننا الزول ده صالح ولله سبحانه وتعالى، والزول ده بيقربنا لربنا سبحانه وتعالى، كده انت جاوزت الحد الشرعي وغلوت فيه، وهذا الذي صير قوم نوح مشركين. أصيرهم شنو؟ أنهم غلوا في الخمسة أولياء صالحين. الليلة ناس اعتقدوا في ناس ما صالحين، كويس؟ بقوا دونهم حق رب العالمين سبحانه وتعالى، كويس؟ شيخنا الفلاني ده اللي بيهب الذرية لأنه صالح، وزول بيقول ليل وزول بيقول شيخ، يقول لك شيخنا الفلاني ده بيجيب لك الرحلة، شيخنا الفلاني ده بيعمل لك حجاب بيحميك مرة واحدة، شيخنا الفلاني. وهكذا أعطوا حقوق الله سبحانه وتعالى للمخلوقين. والليلة إذا قرأت الكتب بتاعت الصوفية بتلقى فيها غلو في شيوخهم أكثر من غلو المشركين الأوائل في أوليائهم، بل إنك بتلقى زمان المشركين الأوائل الواحد بيغلو في الفكي والشيخ بتاعه، لكن الليلة الواحد بيغلو في نفسه. في كتاب الإفادة الأحمدية، الإفادة الأحمدية للطريقة التجانية، قال وقال سيدي الشيخ أحمد التجاني، قال رجلي هذه على رقبة كل ولي. بيغلو في نفسه، زمان الغلو كان من الأتباع. في نفس الكتاب قال يوضع لي منبر من نور يوم القيامة يراه جميع أهل الموقف، فيقال لهم يا أهل الموقف هذا هو سيدكم الذي منه كنتم تستمدون. شوف الكلام ده كيف كويس. أحمد التجاني بيقول إنه أصحابه أفضل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. دي الطرق الصوفية. أفتح الكتب بتاعتهم، في أنت كتب تلقى فيها باطل كثير. الولي يسوي السبعة وذمتها، يقول لك الولي بتاعنا حسن وتحسونا الأحيا بقارة، وحسن وتحسونا أحيا عفيشة والدبكر، وحسن وتحسونا أحيا فلان وفلان، كويس؟ يجي يقول لك الأولياء بتاعنا منهم خفي الحال زي ما قال البرعي، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الغلو ده نوع من الغلو، كفر بالله سبحانه وتعالى، شئته أم أبيت، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغلو ده يخليهم هم ذاتهم متناقضين. تلقى الصوفي يجي يتكلم يقول لك الوهابي ما تصلي وراه، ما لك يا درويش، يقول لك لأنه الناس ذيل بيقولوا الله في السماء. بعد شوية يجي يقول لك أبونا الشيخ كان قاعد في الغرفة بتاعته، ديال البرهانية تعين السوق الشعبي، كويس؟ قال كان قاعد في الغرفة بتاعته، قال بعد شوية قال فطرت إلى السماء الرابعة أنا وأمي. هو أمه، نحن اللي بنعرفه في الكتب الشيوخ برام بيطيره، لكن ده عنده زيارة مفتوحة، جواز بتاعه ما عارفه تجاري ولا شنو، عرفتها؟ ده قال لك طار هو أمه، قال لما وصلت السماء الرابعة قال فنسيت صبحتي بالسجانة. يا ناس أنا خشيت الجنة مالي ومال السجانة والسخانة، أنا مالي ومالها، فهمت؟ قال لأمه انتظري، قال لا قعد هنا، قال رجع للسجانة يجيب السبحة وجا راجع قال لقى أمه بتبكي وحولها نفر من الملائكة، فهمت؟ قال لا يا حاج مالك بتبكي، الحاصل شنو؟ قالت له والملائكة ديل من قبل بيسألوني لغاية ما أنا فطرته بيقولوا لك شنو؟ قالت بيقولوا لي كيف أنجبت هذا الولد، الولد عجيب، قال لا جبتيه كيف ذاته، فهمت؟ ديل التجانية عليك الله يسألك، ده دين؟ ديل البرهانية ده دين؟ كويس؟ البرهاني يقول مشى في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، قال مشى المستشفى سوداني هلك قبل سنوات، كويس؟ قال مشى المستشفى، بعد شوية واحد من أقرباؤه كان عيان أو المريدين بتاعهم،
كان عيان والممرض قريب الشيخ، داري وريك كلام معين، ذكر من الأذكار المبتدعة بتاعت الصوفية أن جراها من راسهم، داري يقول لك ده دين تدين به رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لك الناس ذيل يكون في مناظرة علنية بيشردوا منها، يشردوا طواري، لأنه ما ممكن كترجبة يخش مع أرسنال بسبعة صفر من البداية، ما بتقدر تخش، لأنه دي كتبك. قال الشيخ قال قال بعد شوية، قلت لي الممرض، قلت له وأنا الزول ده ما بقدر أزوره كل يوم، بالله عليك الله خد بالك منه. الممرض بعد شوية قال قاعد كده، جملك الموت يقبض روح المريد، لأنه دي من واجبات الشيخ على المريد إنه يمنع منه ملك الموت. ونحن عارفين في الدين وفي الإسلام أن الذين يخيرون عند قبض أرواحهم هم منه هم الأنبياء بس، لكن الصوفية بيقول لك ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. عشان كده عندهم في كتاب طبقات الشعراني واحد اسمه شعبان المجذوب قال وكان يقرأ صورا غير التي في القرآن ويقول وما أنتم بتصديق هود بصادقين، قرآن عديل كفر بالله سبحانه وتعالى. ده قال جا ملك الموت، ملك الموت داري يقبض روح المريد، قام قال له الممرض قال لي ملك الموت لن أدعك تقبض روح هذا المريد لأن الشيخ أوصاني به، والشيخ روحه دي المرق له منه ربنا سبحانه وتعالى. قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لكن الأولياء الصوفية قالوا الحكم ما لله، قام قال له ما بخليك تقبض روح المريد. قال هذا الزول ده أجله تمه، وهل ملك الموت بيجي يشاور الفك يدل فهمت أو بيشاور هؤلاء الصوفية أو أحدا غير الصوفية ربنا عشان يكذب البرهان الكذاب وغيره من الصوفية المجرمين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم أو عاد تستحضر سايدي آيات سورة الواقعة، والله إن ننزل فيك آيات تقع فيك تنجمك. ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، رجعوا الروح كان صحيح الأولياء بتاعنكم ديل بينفعوا، ترجعونها إن كنتم صادقين فهمت. فده قال له ما بخليك. قال فبدأ الممرض يقرأ عليه من الحزب السيفي، قالوا الحزب السيفي إذا قريته على الزول الدار يموت ما بيموت فهمت. قال فبدأ يقرأ عليه من الحزب السيفي، داك بعد شوية بدأ يفتح شوية قام قال له لا ما دايرك تقرأ لي الحزب السيفي مالك؟ قال له لأنه أبوي بدقني أبوي تبع الوهابية فهمت. قال لا أنا داير أموت كويس، لو مت على عقيدتك دي بتمشي جهنم. الشاهد من الكلام يا أخواننا أن الغلو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم شنو الغلو ده ضيع الناس. الخوارج اطلعهم بر الإسلام عند بعض العلماء وأخرجهم عن منهج على السنة والجماعة هو الغلو. الشيعة المرقهم بر الدين هو الغلو في أئمة أهل البيت. ولذلك يا أخواننا الإنسان عليه أن يلزم حدود الشريعة، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولما لم يلتزم الناس بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذلك بهم عن الإسلام فهمت. بتبدأ زي محمد منتصر نوبة وكشلو بعد شيء تقول الولي بيقول للشيء يكون فيكون وناكل طينة ودى الطريفي. قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، شوف البليد ده عليك. الرسول قال إذا ولغ الكلب في إناء ولا في خشم أحدكم فليغسله فهمت. الرسول قال إذا ولغ الكلب في خشمي عشان تأكله أنت، ولا قال لك في إناء أحدكم.
الإناء بتغسله بالتراب، خشمك مدخل فيه تراب ماله؟ ما خشمك ما عارف يقولوا عليه شنو، لكن يا اخواننا ده الغلو، زول يغلو في تراب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ده سؤال قال الزول الذي يحيي فيه الحوار. كتب كثيرة، انت قايلة كتاب واحد؟ الختمية عندهم كتاب كويس، الظهير الرياض تاع السمانية كتاب، طبقات والضيف الله برضو فوقهم، كلهم فوقهم. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.